تشري مرقاز تاكله وتمرض. تبع معايا، المرقاز لما يخدموا الجزار ولا البوشي عندنا مهله تاع 48 ساعه باش نستهلكوه، ثم يقدر يقعد في الثلاجه في درجه حراره ما بين 1 و 4 درجه مئويه لمده 48 ساعه، يعني يومين برك. بياسون نقدروا نكونجيو المرقاز حتى شهرين في الكونجيلاتور ما حيصرى له والو. ولكن كيفاش حتفيق المرقاز هذا اسكر او صالح للاستهلاك ولا لا؟ تبع معايا، كي تروح تشري المرقاز اذا لقيتو محطوط في سنيوه، والسنيوه هذيك راهو تالق سوائل، سما السنيوه اللي فيها المرقاز راهو فيها مال داخل احمر كيما الدم، ما تشريهش. المرقاز ما لازمش يكون يتلق سوائل، باش نتفاهمو. المرقاز الريحه تاعو سوا تكون ريحه تاع لحم فري ولا ريحه تاع لي زيبيس خفيفه. اذا شفت بلي المرقاز راهو فيها ريحه قاصحه بزاف تاع لي زيبيس، تقدر تتوسوس بلي رانا نخبيو في ريحه تاع لحم مش مليحه. اذا شفت باللي المرقاز فيه رائحه غريبه ولا لون غريب، جينيرالمون المرقاز لا كولور تاعو حتكون حمراء ولا تكون غوز ولا تكون بني خفيف، يعني رائحه تاع اللحم. بصح اذا شفنا باللي فيه لون رمادي ولا لون اسود ولا لون اخضر ولا لون ازرق، هنا ما نشريوهش. حتى اذا طيبته ودقت لقيت فيه طعم غريب، غير حبس وما تستهلكوش باش ما تريسكيش بروحك. المرقاز الثاني اذا شريناه وعطاوه لنا داخل ساشي يكون ترونسبارون بيان سور، وكان مغلوق الساشي وديناه للدار وشفنا باللي هذاك الساشي تنفخ، يعني تعمر بالهواء الداخل والهواء ما دخلش من برا، الساشي ماشي مثقوب، هنا ما نستعملوش ثاني، على خاطرش انه الساشي تعمر بالهواء دليل على انه المركز هذاك راهو فاسد وفيه سوا فطريات سوا بكتيريا راهي تتكاثر وتطلق في الغازات. اذا انت شريت مركز وديته معك للدار عادي فري شباب، حطيته في الثلاجه، كي جيت حتستعمله لقيتو بلي تلق بزاف سوائل، تلق بزاف الماء، ما تستعملوش تاني. والنصيحة الأخرانية، المرقاز لازم يكون طايب مليح، لازم يطيب بيان، سينو ما تاكلوش نص طياب.